الاكسسوار رشا هي القطعه اللي بتحرص كلها صبيه وسيده على اقتناءها، قديش بتضفي لمسه حلوه على كل اطلاله، وانت كثير بتحب الاكسسوار. انا ملكه المحبه بهي القصص، يعني بيلفت نظري كثير القصص بحب هيك الناعمه، بس يكون كذا طبقه. اليوم ساره يعني مختاره شغلات على ذوقي. صحيح. وهلا جاي العيد، الصبايا صحيح. اكيد بيروحوا ليأمنوا شيء يلبق لتيابهم. عيد وصيف كمان، وضيفتنا لليوم هي مصممه الاكسسوار ساره عبود، اللي دائما معودتنا على القطع الحلوه. صباح الخير ساره. صباح الخير. كيفك؟ يسعد صباحك ساره. صباح الخير. كثير شكرا اليوم على ذوقك لاختيارك لليوم، يعني ما بظن في حدا عم يشوف القطع اللي معنا موجوده على الطاوله وما حيحب. شكرا كثير والله من ذوقكم انتم وذوقي. اهلا وسهلا. خلينا هيك نحكي شوي، نبلش نستعرض وندردش عنه اليوم. شو اللي بيجمع الرابط المشترك بين هدول القصص؟ هلا انا بحاول يكون اغلب الشغل يكون اشياء نواعم، يعني سنلبس بشكل يومي او على الستايل الصباحي خلينا نقول، بنفس الوقت يكون شيء ناعم ينلبس على ستايل مساء او شيء عشاء او شيء رسمي اكثر. فهلا بهي الصيفيه رحنا اكثر للالوان، يعني بالعاده عم نروح كنا للفيروزي اكثر، هي السنه حاولنا ندخل الوان ثانيه، الاحجار الزهر الاسود. بالصيف اجمالا كل شيء بيطلع حلو، كل شيء بيلبق مع السمار او اطلاله الصيف او الوان الشعر. فهي السنه هيك حاولت تكون شوي الالوان رايحه على الملون اكثر، يعني من الالوان اللي هي هلا نحن هون كله ذهب عم بيكون. تمام، انا لانه بعمل القطع بالفضه اكثر بتخدمني اكثر بالشيء اللي بدي اياه، وشوي بتضل ثباتيتها عند الشخص او عند الصبيه، بس تلبسها يعني ممكن بتضاين وقت اكثر، بضل سهل انه ترجع تتلمع تتنظف ترجع جديده لو بعد فتره من الزمن، فبتضل هي القطعه يعني بتضل انه بتضل عندها. يعني سارة خلينا هيك نحكي باللي القطع اللي جايبتينا اياهم حاليا. اول شيء امبارح ختمتي كان عندك بازار، خلينا نحكي عن القطع يلي حرصتي تكون باخر تشكيله طرحتيها ضمن هذا البازار. تمام. هلا هذه هي الصيفيه، عملت مثلا في عندنا هذا الطقم، هو عباره عن قطعتين مع حلقاتهم، كانوا هو عباره عن شيء ستايل ناعم. خلينا نرفعه وعم نحكي عليه كرمال شو حلو. هو قطعتين صحيح؟ هو قطعتين، بيجي تشوكر على اذن الرقبه وبيجي سنسال اطول ومعه من نفس روح السنسال هدول الحلقات. وهذا اكثر خلينا نقول فيه هو ستايله شوي مسائي اكثر او شوي على رسمي اكثر. في يعني اللون انا اخترت الزيتي لانه لون هادي وبنفس الوقت بيعطي هيك لمعه حلوه على لون البشره بيبين يعني. وبيروح مع كثير قصص نلبسها على الصيف. تمام. يعني هو ناعم كثير ساره اليوم هذا الطقم وكثير مميز، بس انت عم تقولي مسائي، يعني هو طالعه مسائي، كيف اليوم انت كمصممه بتقعدي هيك بترسمي ورقه على الورقه والقلم انه انا بدي اعمل هذا الموديل، وبتقدري تحددي اذا كان هذا خرج صباح او مساء؟ هلا انا شوي بهي القصه بعتمد على كيف انا بفكر يعني كيف انا بشوف القطعه، كيف بفكر بالالوان. هلا الفيروزي او الزهري او الالوان الفواتح بحسها اكثر شوي صيفيه، يعني هون هذا الطقم مثلا انا بالنسبه لي انه هو هذا صباحي، هيك الالوان الفرحه النشطه كثير حلو، ممكن على المسبح وممكن على البحر، كثير بيعطي حركه حلوه على الرقبه، خصوصي مثل ما حكينا على السمار على البرونزاج، بيعطي هيك كثير اضافه ولون حلو. بشكل عام اللولو الفيروزي بيروح للقطع، هلا اللولو ممكن بيكون صباحي يعني للقطع الرسميه وللقطع اليوميه، بس انا بحس الفيروز بشكل عام هو بيروح اكثر للقطع الصباحيه. فيروز حتى ما بتبطل موطو ابدا يعني ابدا لا ابدا بالعكس، وحتى في له هذا الحجر هيك له خصوصيه، العالم بتحبه يعني بتحب طاقته بتحب اللون، في عالم بتدور على شيء فيروزي. يعني انت اليوم ظابط مع تشكيلة الالوان، اعطيه هذا هيك لطف بالقصة. كان بدي اسالك انه درج كذا طبقه بعده، بس هلا عم يكونوا ثلاث اطواق مع بعض ممكن يلبسوا. هلا هو يعني بتحكم على حسب رقبه الصبيه، في عالم رقبتها بيلبق لها مثلا تلبس ثلاثه او اربعه سوا، وفي عالم تكون رقبتها ناعمه بتحسي ما بتتحمل اكثر من اثنين، فهو فعلا بيرجع لحسب شكل رقبه الصبيه وقديش هي ستايلها، كمان الستايلها جريء او هادي رايق، فهدول القصص كلها بتلعب دور بهي الموضه.
طيب سارة، حكينا انه نحن اليوم اللولو ما بتفضل موضته، تمام، وعم بيدخل ان كان بالسنسال ان كان بالحلق بكل شيء. هلا نحن اليوم عم نشتغل فضه فقط، صح. ليش دائما بتروحي على الفضه؟ هلا عم نشوف انه عم يروحوا زيركون، عم يروحوا لقصص ثانيه كرمال يخففوا السعر على المستهلك يعني. صح، هلا انا عم روح على الفضه لانه يعني التصاميم اللي انا عم برسمها بحس يعني حرام تكون انه تكون القطعة تنلبس 5 شهور 6 شهور وبعدين يروح لونها او شيء. فهي الفضة مثل ما قلنا لانه ممكن بتضل عند الشخص لو بعد 2 3 سنين بتقدر صبية ترجع بتنظفها بترجع تلبسها بترجع جديدة مثل اول مرة. سارة انت كاتبة عليها؟ في هون كتابة، كتابة هي مكتوب لئن شكرتم لأزيدنكم. انت كاتبة؟ ايه نحن بنعمل التخطيط. حفرتيها حفر؟ ايه هي. هلا ما حتبين ناخذها على الكاميرا لانه كثير نعم نشوفي بالخط العربي. بالخط العربي هي دائره خشب والقطعه الفضه اللي بالنص حافرين عليها لايه. يعني قديش حلو عم تدخلي الفضه بالاحجار الكريمه بالالوان الاحجار الكريمه المتعدده، وهلا كمان عم نشوف الخشب. انت ببدايه الحديث بحب النواعم او بتميلي للنواعم، ولكن عم نشوف الحلق اكثر شيء، الحلقات قطع كثير كبيره. قديش موضه ما بتبطل يمكن، وقديش بتشوفي الصبايا بيحبوا هذا النوع؟ هلا هي السنه فعلا رجعت موضه الحلق الكبيره، يعني اللي بسموها بولد او ستيتمنت، انه هي لحالها حاله ما في داعي نلبس شيء ثاني مع خصوصي الحلق. يعني يعني هلا من شفنا بموضة هي الصيفية كان أكثر شيء الجنازير، الطواق اللي على شكل جنزير عريض والحلاق الكبيرة. فأنا بهذا الخط من التصاميم بالحلقات بحب كثير الأحجار الكريمة، وبنفس الوقت إذا بدي أعملها مع الفضة تطلع وزنها ثقيل على الأذن، ممكن تزعج الصبية هي ولابستها. بس هون نحن عاملينهم بالنحاس، والنحاس هو أخف كوزن تماما، ما بيضايق أذن الصبية، بيصفى بس وزن الحجر. بمعظم الأحيان الحجر خفيف ما بيكون كثير يعني عليه له هذا على فكرة بغش، توقعته يطلع أثقل من هيك. فبرافو سارة. سارة هيك اليوم أجواء عيد والصبايا شو حابة تنصحيهم اليوم؟ شو بتقولي لهم يعني شو أكثر شيء ممكن إذا لبسوه يناسب كل ستايلات؟ هلا فعلا الموضة كثير متجهة يا أما للعريض العريض، للأشياء اللي كثير واضحة وظاهرة مع الستايل الألوان الناعمة. يعني هلا شفنا يمكن شوي كثير حتى بالأزياء الألوان الباستيل هي اللي دارجة، الموف الفاتح الزهري الفاتح، او عم بيروحوا للاخضر الضاوي. فنفس الشيء بالاكسسوار، فهي يا اما قطع كبيره فعلا تظهر مع الستايل الناعم، او اذا لابسين الوان ضاجه فنروح على الاكسسوار الناعم اكثر مشان ما يضربوا على بعض. بالنهايه دائما الموضه هي فعلا كل حدا شو بيلبق له، بخصوصي بالاكسسوار في اكثر من شيء صبيه لازم تفكر فيه بالنسبه للون بشرتها وطول شعرها وشكل رقبتها وستايلها وشخصيتها. يعني نحن انا عن جد كثير بحس انه الشخص من الاكسسوار اللي لابسه انت بتقدري تعرفي قد ايه هو رايق ولا جريء ولا صحيح. كثير بتحكي قطع الاكسسوار عن شخصيه الواحد. فواحد فعلا يلبس القطعه اللي بتشبهه اكثر من ما انه هي شو الموضه اللي دارجه. يعني حتى القطعه اللي بتحبيها بتريحك. صح فعلا. شكرا ساره، شكرا لحضورك ولا جماليتك ولا كل القطع الحلوه اللي اليوم هيك طلوا علينا من خلالك. شكرا كثير لكم وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. دائما ساره معوده كل الاشخاص يلي بدهم يوصوكي او يتابعوا كل تصميماتك الجديده عبر صفحتك على الفيسبوك. شكرا كثير لوجودك معنا. ميرسي لكم، شكرا كثير.